اهلا وسهلا بكم احبتي، يسعد صباحكم وصباح الخير والعافيه على الجميع ان شاء الله. كذلك اقدم التحيه الصباحيه لكل زملائي في كادر قناه الرشيد، يسعد صباحكم جميعا. اكيد احبتي، القمر هذا اليوم بالاخبار الفلكيه انتقل من برج العقرب الى برج القوس، وبانتقاله الى برج القوس يغير لنا التوقعات باي شكل من الاشكال. لكن وفق الخارطه الفلكيه المتوفره لدينا، كيف ستكون التوقعات؟ هل من محاذير في مجال القمر من يكون بالبرج يمد بالطاقه والطاقه الايجابيه، واكيد راح يصل على الطاقه الايجابيه من الاجواء العامه وطاقه القمر. طاقه القمر تختلف عن طاقه الشمس وتختلف عن طاقه المريخ وعن طاقه اي كوكب اخر. طاقة القمر تنطي رغبة في العلوم، تنطي رغبة في الحنين للوالدين، تنطي رغبة في الكتابة بالإنشاء، بقوة العاطفة، بالتصميم، بالعمل. أحياناً لما يكون القمر في برجك تحب ديك الأجواء الليلية، يعني لأنه إحنا عادة النهار يكون محبوب أكثر لأنه يحمل الصفات، لكن القمر من يكون متواجد في هذا الموقع ينطينا هيجي أشياء أو هيجي طاقة. الطاقة التي تمد إلى الفن والتأمل والخير، وكذلك الرومانسية والمحبة والتعلق بالوالدين، يعني هذه فتشي مو ما نقدر نعيبه، هي طاقة إيجابية جميلة جداً. لهذا السبب من يتمتع فيها راح يتمتع بها مجاميع القوس هذه الفترة. طيب أوكي، هذا كل الحكي زين. هل أكو فت كواكب موجودة دا تأثر على الموضوع، أو أكو فت كواكب دا تساعد؟ طيب هاي الأشياء إن شاء الله راح نعرفها من خلال جولتنا هذا اليوم بالفلك وواقع وجود الكواكب. واقع وجود الكواكب، هناك إيجابية بين من القمر راح يكون متجاوب ويا المريخ اللي استعدل أخذ وضع التقدمي في برج الحمل، هذا واحد. وموقع زين ويا من ويا كذلك الزهرة الموجودة بالميزان، هو لأنه موجود حاليا في برج القوس، فالقوس صديق الميزان. إذن على هالأساس عندنا كوكبين، الزهرة والمريخ. إذن في هذا اليوم ممكن أن نتوقع أشياء، قوة العاطفة تغلب، يمكن بين الأصدقاء، أو يمكن يكون الأمور سائرة لدى العاملين بالمؤسسات النافذة، كأن يكون عندكم معاملة، قضية قضائية، هذه راح تكون إيجابية للمثلث مواليد الحمل والقوس والميزان. إذا عندكم معاملة في مؤسسة نافذة، عندكم إذا قضية تبدونها اليوم أو نتيجتها تكون اليوم، يعني راح تكون إلى الصالح، فترة جد إيجابية. كذلك يعني تلبية الأمور الاجتماعية والإنسانية، هذه كلها راح تلعب دور في هذه الفترة. والمشمولين بالمثلث هذا المنسجم مع بعض راح يكونون في هذا الوضع، مواليد الميزان والقوس والحمل الناري. هذه تقريبا جملة الأشياء اللي يمكن تكون طاغية على الوضع بصورة عامة، لكن هناك أشياء نتجنبها، يعني نركز على هالمحاور. هذه المحاور تكون نافعة، المحاور الأخرى اللي مثلا ممكن أنه تكون غير نافعة، وجود بالنسبة للقوس دا أحكي هسه، خلصت من المثلث هذا نجي إلى القوس. مجاميع برج القوس، الأمور العائلية تلعب دور، أو يمكن تسبب لك بعض الإزعاجات،
كأن يكون فت شغلة بالمنزل أو أحد أفراد الأسرة أو أنت تشكو من فد وضع معين، بداية استشفاء من حالة مرضية راح تكون عندك إن شاء الله. هذه الأمور كلها الأمور العائلية لا تعكر صفوك في، يمكن تختلف مع أحد أفراد الأسرة. القمر يحمل في ميزاته التعلق بأحد الوالدين أو الشعور بالعاطفة تجاههم، فالوالد والوالدة أو أحد أفراد الأسرة اللي يمكن أنت متعلق بهم قد يكون محتاجك، أو أنت تشعر بالمحنة إليه، أو راح يصير لقاء بينك وبينه، فياريت يكون اللقاء مثمر وما يحمل القمر من رسائل للرومانسية والمحبة نجددها مع بعض. هاي الأشياء تلعب دور في الأمور. إذا كان هناك نقاش ممكن أن يأخذ فد مجال الحدة، ابتعدوا عنه هاليومين مع الأسرة أحبتي مواليد برج القوس، إلا بقية الأمور راح تكون إيجابية إن شاء الله بالنسبة لكم. هذا فيما يخص الخارطة الفلكية وأخبارها، لأن ما عندنا كوكب متقدم أو ما عندنا شيء، عندنا آخرها راح ينتقل يوم الزهرة، راح تنتقل مع الشمس في يوم 22 من هذا الشهر إلى برج القوس. الزهرة تنتقل للعقرب والشمس تنتقل للقوس، وكذلك يوم 28 عندنا أيضا تغيير بالفرق الخارطة الفلكية في اعتدال كوكب نبتون، وإحنا دا نرتقب هذا الاعتدال. ليش؟ لأنه كثير من الأبراج شوية أكو عندها في التضرر من هذا التراجع، لكن إن شاء الله كل خير. ننتقل الآن إلى التوقعات، بس نشير ننوه إلى الاتصالات اللي ممكن أن تردنا. أكيد اتصالاتنا مفتوحة للجميع وللخدمة. أرحب بكل اتصال واستفسار يردني من قبلكم، كل الهلا بيكم. أكيد أحبتي نأتي الآن إلى مواليد برج الحمل. قلنا مواليد برج الحمل هذه الفترة راح تستفيدون من طاقة القمر ويا طاقة المريخ، فهذا راح ينطيكم فد مثلث جميل. ممكن في هذا اليوم تنعقد خطبة أو ارتباط أو مصارحة بحب، يمكن في خلال هاليومين إلى الثلاثة أيام. أكو ممكن كذلك عقد شراكة عمل، من الممكن كذلك حل موضوع يخص أمور سفر أو أمور تخص يعني معاملة تمشوها أو قضية قضائية. هذا ليش؟ لأنه ما يخص المثلث اللي ذكرت لكم عنه في بداية لقائي معكم. نأتي الآن إلى المولود الثاني اللي هو مواليد الثور. عزيزي مولود الثور، القمر متواجد في برج القوس في بيت الثامن عندك، اللي يخص المال والتمويل والقروض والعالم الآخر. نحاول قدر المستطاع في هذه الفترة نبذل الجهد لحل فد مسألة مالية، يمكن راح تاخذون نتائجها مو باليومين، تاخذوها من ينتقل القمر إلى برج الجدي. فهذه الفترة ممكن أن تكون صالحة للتداول بأمور القضايا المالية، إذا كان عندكم قرض من مصرف، إذا كان عندكم سداد دين أو هالأمور، أو طلب فد قرض من أحد لحل مشكلة مالية، ممكن أنه تتحصلون على هالأمور وتحلون هالمسائل. كذلك ممكن أن يأتيكم فد شيء أو فد شيء معنوي، ممكن أن يصلكم من أحد أو زوار مثلا يصلكم من عندهم فتشي، لا أعرف، المهم راح يصلك فتشي تفرح به. هذا من باب. من باب آخر، أحلامك راح تكون رسائل موجهة. أكو قسم منكم يمكن بوجود الزهرة في برج الميزان ينطي لأحلامكم
يعني نوع من أخذ نوع من أنواع الكوابيس، فلهذا لا تتقلون بطعامكم. ليش؟ لأنه أكو جانب يخص الأحلام بالأبراج، فهذه الفترة ننتبه أثناء نومنا، ولا تقعدون يعني مثلا تريدون تفسرون أحلامكم بشكل يعني، لأنه أكو فترة من خلال وجود الأبراج الأحلام ممكن أنه لا تفسر بالشكل المطلوب. بالنسبة إلى مجاميع الجوزاء، عزيزي مولود برج الجوزاء، القمر في برج القوس يشير إلى أنه عليك أن تضبط نفسك في هذه الفترة من خلال معاملتك أو معاملاتك مع شركاء العمل، مع شركاء العاطفة. كذلك ممكن أنه أيضا تحاول أنه تتلافى ظرف معين، ظرف معين قد تواجهه يسبب لك فد نوع من العصبية يدفعك إلى قرار، أو قد يكون هناك فد نوع من الظلم شوية في كلام أو فد شيء يعني نوعا ما يخليك تكون راضي عن الوضعية أو عن الظرف. لكن هذه ليست فترة الكلام، هذه فترة السكوت. نعم احنا مع انه الانسان ياخذ حقوقه، لكن ناخذها في الوقت المناسب. انفعالك هذا غير صالح، خصوصا اذا كنت كبير السن، غير صالح مطلقا. فنحاول قدر المستطاع انه سياسه ضبط النفس في التعامل مع الامور، ونخلي عملنا روتيني، ونحاول قدر المستطاع إذا ما كان أكو ضرورة يعني طلعة ما إلها داعي، ماكو داعي، لأنه هناك كوكبين مؤثرة، فلهذا السبب نحاول أن نضبط نفسنا في هذين اليومين على أن ينتقل القمر إلى موقع آخر يكون الوضع أكثر مناسب إلك. مواليد برج السرطان، تمم عزيزي أعمالك في هذين اليومين لأنه أكثر إيجابية. معدل الطاقة فلكيا دا ينخفض عندك، فقد ينال التعب من جسدك بعد فد يومين، تبدي تحس انه جسمك تعبان، فما راح تقدر تكمل اعمالك. اذا حاول تتمم اعمالك في هذه الفترة قدر المستطاع حتى تستطيع من انه تسيطر على طاقتك في الفترة المقبلة. بالنسبة الى مواليد برج الاسد، يركز عزيزي مولود برج الأسد الوضع بصورة عامة، يركز على موضوع الصحة والعمل. هذه فترة إيجابية لطلب عمل أو عمل إضافي، ممكن كذلك استشفاء، أو ممكن كذلك وعكة صحية. اللي كان عنده لا سمح الله فد وعكة صحية سابقة، فهذه الفترة فترة استشفاء. يمكن مثل ما ذكرت لكم الجسم يشدد أعراضه، نحس أنه هذه الأمور دا تطلب من عندنا أنه يعني نتعامل مع الموضوع حتى نشافي الجسم. فيمكن لغة الجسد أحياناً المرضية تكون غير مفهومة، لكن هناك دوافع يمكن اللي دارسين هالعلوم أو ماخذين فكرة بسيطة عنها نعرف هالشي. فهذه الفترة ممكن أنه تكون طلب للاستشفاء من أجسادكم، فنحاول قدر المستطاع أن نركز على ذلك وننتبه إلى صحتنا. نكون هاليومين يعني في خلال هالفترة أيضا إذا ماكو شيء، إن شاء الله ماكو شيء، نحاول قدر المستطاع أنه في هذه الفترة اللي عنده شيء يخص عمل أو عمل إضافي، هذه الأمور كلها تلعب دور أحبتي في هذين اليومين. بالنسبة إلى مجاميع العذراء، عزيزي مولود برج العذراء، بالنسبة لك يمكن فد مسؤوليات تخلي وقتك شوية مكتظ، عدم تفهم الآخرين يمكن دا تعاني من خلال الخضم الأمور اللي أنت موجود بيها، تحتاج كثيرا إلى من يتفهم وضعك الحالي. لكن لا بأس، هذه الفترة كل ما أبدعت
وكل ما تحملت وكل ما كنت في الجهوزية الكاملة راح يكون لك نتيجة إن شاء الله إيجابية. نأتي الآن إلى الميزان، وذكرنا أنه أنتم مشمولين بجماعة المثلث الإيجابي بين القوس والميزان والحمل، فعندكم أمور تخص نجاحات، تخص الأمور الشخصية، وتخص أمور التنقلات، أمور الدراسة، ممكن تقديم أوراق اعتراض في هذه الفترة بالنسبة للدراسة التوجيهية، ممكن يعني تكون أمورها ناجحة إن شاء الله، ممكن كذلك يكون عندكم نجاح في المداولات مع الآخرين خصوصا إذا كان أكو خلافات مع الأخوة. هذه كلها تلعب دور أحبتي في هذه الفترة خصوصا من طاقة القمر الإيجابية. بالنسبة إلى العقرب، مولود برج العقرب الفترة الحالية تنطي موضوعين، موضوع الأول هو أكو شوية فقدان بالطاقة، هذا الفقدان بالطاقة ممكن أن يسبب لنا قلة مناعة، نحافظ على مناعتنا ما نطلع للأجواء الخارجية نكون كثير خصوصا إذا كانوا أطفال أو كبار السن، نستفيد من الفترات الصباحية فقط. كذلك عندنا أعمال، لكن رغم ذلك أمور الإنسانية اللي تلعب دور راح تكون أنت يمكن محورها، قد يحتاج بعضهم إلى عونك أو أنت تحتاج إلى عون الآخرين، فستجدهم يعني مساعدين، يمكن راح يجيك فد إطراءات، يمكن راح يجيك فد رضا معنوي، يمكن راح تجيك فد هدية بسيطة، هذا كل الأمور تساهم في الحصول على الرضا المعنوي، وإحنا نحتاج إلى الرضا المعنوي يمكن وبعد ذلك يأتي الرضا المادي. بالنسبة إلى مجاميع القوس، ذكرنا أنه هذه الفترة إيجابية، استفيد من طاقة القمر، لكن مثل ما ذكرت أمور العائلة أو إذا كان أكو فد مشاكل ويا الأسرة نحاول قدر المستطاع أنه نأجلها لوقت آخر. مواليد برج الجدي، عزيزي مولود برج الجدي، القمر في البيت اللي يسبق يقول لك أنه أني دا أقول لك شوية خفف من الوتيرة، لا تجهد نفسك بالعمل، اكتفي بالأعمال الروتينية، جهز وحضر وخطط إلى أن يدخل القمر إلى برجك، فهذا راح يساعدك في أنه إن شاء الله تحصل على الشيء المطلوب. ليش؟ لأنه القمر في البيت اللي يسبق ينطي فد نوع من الفتور في كل الأمور إذا بلشنا بيها، فيمكن ما راح تحصل على نتيجة غير فقط التسويف وأنت مناقص إزعاج. بالنسبة إلى مجاميع الدلو، وجود القمر في برج القوس الصديق إيجابي جدا، أخبار يمكن تكون لطيفة، استشفاء أو بداية شعور من الاستشفاء وطاقة جميلة في أجسامكم. كثير من مواليد برج الدلو راح يكونون يعني شلون نقول مشغولين بأمور كذلك اجتماعية، أمور مع الناس، دي يفكرون بناس كثيرة أو يمكن تلبية فد مطالب لهم أو مطالب لكم يلبوا لكم ياها الناس، لا أعرف كيف يكون الحال، لكن الناس تلعب دور في حياتك، يمكن تتعرف على أصدقاء جدد أو تتحدث مع ناس تعرفهم من السابق، هالأشياء هذه كلها ممكن تكون محور هذين اليومين. رغم كل ذلك فأنت مستفيد من طاقة القمر الإيجابية بنسبة 70%. بقانا برج الحوت وآخرها مسك، عزيزي مولود برج الحوت، القمر موجود في برج القوس، برج القوس يعتبر آخر نقطة في بيانك الفلكي، نعم أوكي، آخر نقطة في بيانك الفلكي. في هذه الفترة نحاول قدر المستطاع أنه نحافظ على أعصابنا، نحافظ على صحتنا، وضعنا المهني كذلك. الفترة تنذر ببعض الشرارات، ممكن أن نصطدم بأحد،
فنحاول قدر المستطاع احنا ايضا ان نلتزم جانب السكوت. هذا كل ما تقوله توقعات الأبراج نتيجة لتواجد القمر في برج القوس الناري، والله أعلم. أشكركم وأشكر متابعتكم، أتمنى لكم كل الخير والسلام. أنقل الأجواء إلى زملائي هالة وعمر. شكرا لك سجنان وعلى هذه المعلومات الجميلة. تفكين أنتوا اليوم على اللبسة اليوم البني وال شوية شوية دائما أنا وياها تطلع ألواننا متشابهة. كل التوفيق لك أكيد. كل التوفيق. مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، كانت حلقة مميزة ويا ضيوفنا وتقاريرنا، وبالإضافة لهذا المواضيع اللي رصدناها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى لكم الصحة والسلامة، والختام يمك يا عمر. بالتأكيد هذا طبعا ما يسمح به وقت البرنامج. تقبلوا تحياتي عمر محمد وهالة، وبالإخراج أليكس. نشوفكم باشر، مع السلامة.